لم تقلع طائرتهم العسكرية من مطار بغداد، لكنهم حلقوا بثقة كبيرة في سماء أوزبكستان بأجنحة علي جاسم ومحمد قاسم، يساندهم الحارس محمد حميد. ورغم الوصول قبل يوم واحد من المواجهة إلى طشقند، إلا أنهم دكوا شباك أجمك الأوزبكي مرتين، محققين الانتصار المستحق في الجولة الثانية من دور أبطال آسيا. الشوط الأول انطلق وكأن النتيجة تشير لتقدم الصقور قبل ركلة البداية. حماس كبير سجلوا من خلاله الهدف الأول في الدقيقة الثانية بأقدام الموهوب علي جاسم. حاول بعدها لاعبي الفريق الأوزبكي التعديل، لكن دفاع الصقور ومحمد حميد كانوا بالمرصاد، لينتهي الشوط بهدف أزرق في الشباك البيضاء. الشوط الثاني كانت بدايته كوبي بيست للأول، هدف مبكر للقوة الجوية بعد تسديدة قوية من محمد قاسم، ردها الحارس وأكملها المدافع الأوزبكي في شباكه، وكأنه مشجع جوي يردد: أصقور احنا مو فريق، عاش نادينا العريق. قدمت بعدها كتيبة أوديشو مباراة تكتيكية ممتازة، وفي هفوة دفاعية قلص الفريق الأوزبكي النتيجة مشعلا المباراة في دقائقها الأخيرة، لكن استبسال محمد حميد حسم اللقاء لتنتهي المواجهة بانتصار ثمين ومستحق للصقور خارج الديار.